اهلا بحضراتكم في هذه التغطيه اللي هنتكلم فيها عن الجهود الكبيره اللي بيقوم بيها جهاز حمايه المستهلك للتاكد من عدم حجب السلع الغذائيه عن المواطنين. يعني بنلاقي انه بيشن حملات رقابيه على الاسواق للتاكد من توافر المنتجات الغذائيه، بالاضافه الى شن حملات تفتيش على المخازن علشان يتاكد من عدم وجود اي تلاعب او اي احتقار للسلع. الحقيقة إن الحملات الرقابية اللي بيقوم بيها جهاز حماية المستهلك بتعتمد على جمع المعلومات حول المخازن الكبرى للسلع الغذائية ومخازن المحلات التجارية لمداهمتها والتأكد من عدم احتقار السلع الغذائية داخلها، وخاصة سلع استراتيجية زي الرز الأبيض. ومن يثبت تعمده حجب السلع بيقوم جهاز حماية المستهلك بتحرير محضر وإحالته للنيابة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، إلى جانب أيضا المرور على المحلات التجارية ليلا للتصدي للمخالفات، خاصة فيما يتعلق بارتفاع أسعار السلع. عشان نعرف تفاصيل أكتر عن جهود جهاز حماية المستهلك لضبط الأسواق وضبط محتكري السلع هيكون معانا الأستاذ مدحت وهبة الكاتب الصحفي باليوم السابع. أهلا بيك أستاذ مدحت ومنورنا في تلفزيون اليوم السابع. مساء الخير يا أستاذ أحمد عليك وعلى كل مشاهدي اليوم السابع الكرام في كل مكان. مساء الخير عليك، وفي البداية عاوزينك تكلمنا أكتر عن جهود جهاز حماية المستهلك في ضبط الأسعار والتصدي أيضا لمحتكري السلع الاستراتيجية. زي ما انت اشرت كده، والحقيقة الفترة الماضية خلال الايام الماضية كان في توجيهات صريحة من رئيس مجلس الوزراء الى وزارة التموين والتجارة الداخلية وجهاز حماية المستهلك بتشديد الرقابة على الاسواق، ويمكن ده يعني لمسناه بعد الحقيقة تعمد بعض التجار في الحجم عن تداول الارض، سواء الشعير او الارز اللدد في الاسواق. ويمكن الفتره اللي فاتت كان في شكاوى من نقص الارز، الا ان الحقيقه تدخلت الحكومه وعلى راسها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وكان في الحقيقه قرارات حاسمه واخرها قرار اعتبار سلعه الارز سلعه استراتيجيه، ومن يثبت ان هو يمتنع عن بيع الرز او يحجبه عن المواطنين بالهدف الاحتقار. الحقيقه كان في قرار صارم وحازم وهو الحبس سنه وكمان غرامه تصل الى 2 مليون جنيه. والحقيقه ان كان في توجيهات من وزاره التموين والتجاره الداخليه ولجهاز حمايه المستهلك بالمرور على المحلات التجاريه سواء يعني التي تعمل بالنهار او حتى ليلا ومداهمه كل المخازن للتاكد من عدم حجم تداول الرز عن المواطنين وبيعه للمواطنين في حاله مصادره اي كميات. بيتم اصدار طبعا قرار من النيابه المختصه، وفي الحاله دي بعد المصادره يعني غالبا كلها بتصب في صالح المواطن من خلال طرح الارز في الاسواق. طيب بما اننا بنتكلم عن المواطن وبنتكلم عن دور كبير بتقوم بيه الاجهزه الرقابيه، المواطن اللي يلاقي تاجر بيحتكر السلعه وبيرفع في سعرها براحته، ازاي يقدر يتواصل مع الجهات الرقابيه عشان يتم تطبيق القانون عليهم ونمنع ذلك تماما؟ بالفعل في تخصيص خط ساخن على مدار الساعه خصصه جهاز حمايه المستهلك اللي هو 19588. هذا الخط الساخن يستطيع المواطن من اي تليفون ارضي الاتصال بهذا الخط والابلاغ عن اي مواطن يحاول ان هو يرفع سعر السلع بشكل مبالغ فيه او حتى يمتنع عن السلع. ويمكن على مدار الحقيقه الايام الماضيه تم المرور على اكثر من 20,000 منشاه تجاريه في المحافظات المختلفه، وتم تحرير الحقيقه محاضر اكثر من 300 محضر بس خاصين عن البيع بازيد من السعر المعلن، بجانب برضو تحرير محاضر للممتنعين عن البيع في الاسواق بالنسبه فيما يتعلق بالسلع الغذائيه وخاصه سلعه الرز. الحاجه الثانيه كمان خصص جهاز حمايه المستهلك كمان على الصفحه الرسميه ليه ان هو يتلقى الشكاوى، يبقى من خلال الخط الساخن والصفحه الرسميه للجهاز يستطيع المواطن ان هو الاتصال بالخط الساخن لجهاز حمايه المستهلك والابلاغ عن اي تاجر. والحقيقه يمكن على مدار الايام الماضيه ناشد الجهاز المواطنين بالابلاغ عن اي تاجر يحتكر السلع او يبالغ في اسعار السلع والمنتجات الغذائيه. طيب الناس بتسال عن السلع، وعرفنا ان وزاره التموين اكدت انه تم طرح كميات كبيره من السلع الاستراتيجيه سواء الرز او الشعير والقمح وغيره من السلع الاستراتيجيه اللي بيحتاجها المواطنين في المجمعات الاستهلاكيه. عاوزينك تطمننا وتطمن المواطنين من خلال تلفزيون اليوم السابع عن توافر هذه السلع واماكن توافرها ايضا للمواطنين الراغبين في الحصول عليها. فيما يتعلق بمخزون السلع الغذائيه، الحقيقه ان الحكومه نجحت على مدار الايام الماضيه
ويمكن وما يؤكد ذلك خلال فتره جائحه كورونا، حتى مع الازمه الروسيه الاوكرانيه لم تشهد الاسواق اي نقص في السلع، واذا كان بعض السلع الحقيقه اسعارها مرتفعه فده الحقيقه في كل دول العالم بسبب حاله التضخم الكبير. لكن فيما يتعلق بمخزون السلع الغذائيه، الحكومه والقياده السياسيه كان عندها خطوات استباقيه يمكن من قبل جائحه كورونا ان يتم تامين مخزون استراتيجي في المتوسط يصل 6 أشهر من كافه السلع الغذائيه. زي النهارده احنا عندنا سلع السكر الحقيقه تقرب من 5 أشهر، سلع الزيت حوالي 4.6 أشهر، القمح حاليا يقرب من 5 أشهر. كل هذه الخطوات الاستباقية التي اتخذتها الحكومة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية باستمرار تأمين مخزون آمن من كافة السلع الأساسية، هو ده اللي فعلا يعني خلانا نعبر بهذه الأزمات المتتالية، سواء اعتبارا من جائحة كورونا أو حتى مع استمرار الأزمة الروسية الأوكرانية. ولك أن تتذكر ويمكن الحقيقة المواطنين كبرى الدول الاقتصادية عانت من أزمة طاحنة في نقص السلع الغذائية، ويمكن أوروبا وما زالت حتى الآن تعاني إن الحمد لله إحنا عندنا هنا الدولة المصرية كانت حريصة وكانت متخذة خطوات استباقية، مش كده وبس، ده كمان كانت حريصة منذ عامين إن هي كانت بتخطط لإنشاء أكبر مستودعات استراتيجية عملاقة لزيادة التأمين المخزون الاستراتيجي على مدار عام. والحقيقة يمكن الشهر الماضي وزارة التموين ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية وقعت عقود لإنشاء أول 4 مستودعات استراتيجية سيتم إنشاءها. هذه المستودعات الاستراتيجية هتقدر الدولة المصرية من خلالها زيادة الاحتياط الاستراتيجي من كافة السلع الغذائية، بدل احنا بنقول دلوقتي متوسط من 5-6 أشهر هتزيد إلى من 10-12 أشهر، وبالتالي يبقى عندنا احتياطي استراتيجي من كافة السلع الغذائية على مدار العام. بنطمئن المواطنين، وزارة التموين على مدار الأيام الماضية طرحت كميات كبيرة من الأرز البلدي المحلي بأسعار تتراوح من 14.5-16.5 بالنسبة للأرز الفاخر الذي لا يتعدى نسبة الكسر في 3%، بجانب كمان أن يطرح الرز على بطاقات التموين بسعر 10.5 جنيه، وده الحقيقة رز مستورد برضو عالي الجودة. وكل هذه الخطوات التي تتخذها الحكومة ممثلة في وزارة التموين كلها طبعا مواجهة غلاء الأسعار التي يعاني منه المواطن في الأسواق الأخرى، بالتوازي مع الحملات الرقابية للتأكد من أن الأسعار المعلنة من قبل التجار هي نفس الأسعار التي بالفعل يبيع بها سعر المنتج، لأن أحيانا بنلاقي أن بعض التجار يعلن عن المنتج بسعر ولكن في الحقيقة بيطرح المنتج ويبيعه للمواطن بسعر مختلف سعر أعلى، فهنا بيقع تحت طائلة الإعلان المضلل والعقوبة بتصل فيه إلى 2 مليون جنيه، بجانب أن القرار الأخير اللي أصدرته الحكومة الحقيقة واعتبار سلعة الرز سلعة استراتيجية، لأن من حق رئيس الوزراء أنه يتدخل في أي وقت ويحدد سلع باعتبارها سلعة استراتيجية وكان منها سلعة الرز، فبالتالي أي شخص يثبت أو تاجر أو شركة أو محل تجاري يثبت أنه هو بيحجب الرز ويحتكره ويمنع تداوله عن المواطنين، من هنا الدولة تتدخل، والقرار الحقيقة كان حاسم وعقوبته الحبس مع غرامة مالية تصل إلى 2 مليون جنيه. بنطمن المواطنين كل السلع متوفرة، وده كمان يدي المواطن الاطمئنانية أن يبقى ما فيش تكالب على السلع، لأن التكالب على السلع بشكل مبالغ فيه ده بيؤدي إلى زيادة الطلب على السلع، فمن هنا يستغل التاجر التكالب من قبل المواطنين ويرفع أسعار. ولكن الحقيقة أن كل المنتجات متوفرة في الأسواق المصرية ودي بشهادة الجميع، ممكن تنزل أي مول تجاري هتلاقي كل السلع الغذائية، بجانب أن احنا عندنا 1300 مجمع استهلاكي تابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية، كل المنافذ المتعلقة بوزارة التموين جاهزة لاستقبال المواطنين في أي وقت لشراء السلع الخاصة سواء الرز أو السكر أو غيره، والسلع زي ما أستاذ مدحت طبعا قال لنا متوفرة بشكل كبير. أستاذ مدحت وهبة الكاتب الصحفي باليوم السابع، بنشكرك شكرا جزيلا على تواجدك معنا في تلفزيون اليوم السابع. شكرا أستاذ أحمد ليك وللسادة المشاهدين كل مكان.
دي كانت كل التفاصيل المتعلقة بالحملات اللي بتقودها الأجهزة الرقابية في وزارة التموين لضبط الأسواق وضبط محتكري السلع الغذائية، وأيضا التأكد من التزام التجار بالسلع المعلنة بتوفير السلع المعلنة وأيضا بالأسعار المعلنة من قبل الوزارة. مستمرين مع حضراتكم في تغطية إخبارية على مدار الساعة من تلفزيون اليوم السابع، فتابعونا.